يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن الملائكة ترى الله سبحانه وتعالى في الآخرة؟ الله أعلم. في الآخرة نعم، إذا كان المؤمنون يرونه فالملائكة يرونه أيضا، لأنهم من عباده الذين عبدوه وأطاعوه. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن المؤمن أما في قبل الآخرة فلا يراه أحد، يكلم جبريل عليه السلام من وراء حجاب، كلم موسى من وراء حجاب، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء.